دور الآباء على محبتهم اللي يعني صلوا لي، إن أنا مش عارف أتكلم في وجودهم، لكن محبة الآباء كبيرة وتواضعهم. النهاردة الأربع امبارح المسيح قضى الليل كله في الهيكل، وبعدين ساب الهيكل ومشي وقال بيتكم يطلق لكم خرابا ولن أعود هذا المكان إلى الأبد. ومشي المسيح من الهيكل ودخل بيت عنيا وقضى فيه اليوم كله. عشان كده في أربع البصخة يعني مفروض ان احنا ما بنسميش هذا الاسبوع اسبوع الالام، يعني كده المسمى الطقسي بتاعه اسبوع العبور او البصخة، ان احنا بنعبر، لان بالضبط كده الملاك زمان ايام شعب بني اسرائيل لما ذبحوا خروف الفصح وابتدوا يحطوا الدم على القائمتين وعلى العتبة العليا، فكان الملاك المهلك يعدي البيت اللي عليه دم، اللي أكل الخروف وعليه الدم، يعبر من هذا البيت وينجو هذا البيت. عشان كده احنا بنسميه أسبوع البصخة أو أسبوع كلمة بصخة يعني عبور، إن احنا بنعبر من الموت إلى الحياة. دم ربنا يسوع المسيح يطهرنا من كل خطية. في الحقيقة أسبوع البصخة مش سامعين؟ أعمل إيه؟ أعمل إيه؟ حاضر. أسبوع الآلام مش أسبوع ألحان بس ولا طقوس، لكن في حقيقة الأمر هو إن أنا بعيش مع المسيح لحظة لحظة، وخطوة خطوة بمشيها مع المسيح في كل ساعة. والكنيسة بتهتم بكل خطوات المسيح، كل يوم تقول لنا هو مشي من الحتة الفلانية راح المكان الفلاني. عشان كده الإنسان الطقس جميل والألحان جميلة، وكلها ألحان يعني حزيني مشبعة للكل، لكن احنا بنتتبع خطوات المسيح خطوة خطوة في أسبوع الآلام. ده مش كده وبس، ده أنا بعتبر كل آلام المسيح سببها أنا. علاقتي مع المسيح علاقة شخصية، وخطيتي أنا بعتبر إن خطيتي الوحيدة هي اللي عملت في المسيح كل ده. عشان كده أسبوع الآلام أو أسبوع البصخة، لو كل واحد حط في ذهنه إنها أهم شيء إن دي بسبب خطيتي أنا، المسيح اتعلق على عود الصليب، هو ده اللي يخلي الإنسان مننا يعيش أسبوع البصخة صح. في الحقيقة أول إنجيل اتقرى في أسبوع الآلام كله هو كان إنجيل الحب، هو المرأة ساكبة الطيب. أول أسبوع الآلام في عشية حد الزعف، في عشية حد الزعف يتقري إنجيل الحب، عايز يقول إن إحنا داخلين على أسبوع الحب. وأسبوع الحب المركز أو السنتر أو بؤرة الأسبوع النهاردة اللي هو يوم الأربعاء. النهاردة حدثين في منتهى الأهمية، هو حدث المرأة ساكبة الطيب، وللأسف حدث عكسه خالص. عارفين كده يبقى لون أبيض، العكس بتاعه على طول لازم يبقى لون أسود. هو ده بالظبط اللي هو بؤرة ونواة الأسبوع كله. النهاردة هو أسبوع الحب، الحب المتدفق أو الحب اللي بلا حدود، والحب والعطاء اللي هنتكلم عنه بإسهاب، وفي نفس الوقت في الناحية التانية في خيانة وفي ألم وفي مرارة زي ما هنشوف. عشان كده إذا كانت المحبة هي اللي عنوان رب المجد من أول خلقة آدم لغاية ما علق على الصليب ولغاية نهاية العمر لكل إنسان،
إذا كان نموذج الحب هو الأساس، لأني وأنا خاطي ربنا حبني، كل الناس تقول اعمل كذا عشان ربنا يحبك وابقى كويس عشان ربنا يحبك، لكن المسيحية تقول ربنا بيحبني وأنا خاطي. طول ما أنا خاطي ربنا بيحبني، وربنا بيزود الحب قوي لأنه عارفني وعارف أن أنا على قد الخطية اللي أنا بعملها على قد المسيح وهو بيحبني. لكن في حقيقة الأمر عمرنا ما سمعنا حد اتكفن وهو حي، عمرنا ما سمعنا ان حد اتكفن وهو حي. اهي النهاردة مريم كفنت المسيح وهو حي، مريم النهاردة كفنت المسيح وهو حي، بعين النبوة شافت ان المسيح رايح لغاية الموت. ولما الإنسان يحب لازم تطلع رائحة الناردين أو رائحة الحب الزكية. مفيش أحلى من ريحة الحب في أي مكان وفي أي وضع. كأن أي حاجة بعملها من غير حب، حتى الآباء يقولوا لنا كده، لو صمت، لو صليت، لو اديت كل ما عندي، اقروا كده في كورنثوس الأولى 13، مهما عملت من غير حب كأني ما عملتش حاجة. فكان العنوان الرئيسي بيننا وما بين المسيح هو الحب. في الحقيقة مريم عملت بدالي وبدالك كل الحب، وعملت اللي محدش يقدر يعمله اللي هو قدمت كل الحب. عملت الحب ده، أنا كابن إنسان أو أنا كإنسان عملته لابن الإنسان اللي تجسد ومات من أجل الإنسان، رائحة طيب، رائحة حب. معلمنا يوحنا يمكن بيقولوا إن ده رطل طيب، إن ده رطل طيب تقدم للمسيح، ولكن هذا العطر نقي وخالص. لكن لما مريم كسرت قاروت الطيب على رجلين المسيح، نقول كده بالظبط في سفر النشيد، فيه لقوي في نشيد 1:12 يقول كده: ما دام الملك في مجلسي أفاح نارديني رائحته. ما دام الملك موجود يبقى لازم رائحة الطيب تفيح كل المكان، وده اللي بنقوله. المسيح لو موجود في البيت لازم يبقى ريحة البيت، ريحة الناردين تبقى معبقة البيت كله. المسيح موجود في الكنيسة يبقى لازم الكنيسة تكون كلها رائحة ناردين، رائحة طوب. طيب المسيح يبقى موجود في أي مكان لازم يبقى فيه، ودي بالظبط كده اللي بنقولها أو قالتها عروس النشيد: ما دام الملك في مجلسي أفاح رائحته أو أفاح ناردينه فيه. عشان كده نقدر نقول، وتعالوا بقى نفسر المحبة اللي أعطتها هذه المرأة. طبعا هو في اتنين، في مريم اللي هي في لوقا 7 اللي هي المرأة الخاطئة، وفي مريم اللي هي أخت العازر ومرس. في اتنين، وفي قصتين عن المرأة ساكبة الطيب، في المرأة الخاطئة ودي اللي موجودة في لوقا 7، وفي اللي موجودة في إنجيل معلمنا يوحنا اللي هي مريم اللي هي أخت لعازر وأخت مرس. أول حاجة تعالوا كده نتأمل في المحبة اللي قدمتها مريم. هذه المحبة محبة مسرفة، هذه المحبة اللي قدتها مريم هي محبة مسرفة. يمكن في نظر الناس إتلاف، يمكن في نظر الحاضرين إتلاف، يمكن يقول كده ما هذا الإتلاف، لكن مريم ليها نظرة تانية خالص. مريم ادت بحب وادت كل ما عندها للمسيح. مش مهم نظر الناس ومش مهم الناس بتقول ايه، لكن المهم انا ادي ايه للمسيح. فهذا اللي مش فاهم واللي مش عارف واللي مش قادرين يقيموا المحبة واللي مش واخدين على المحبة
وزي ما هنيجي نتكلم عن الخيانة، اللي مش مقدر المحبة دي يقول ده إسراف، ويقول إن كان يباع هذا ب300 دينار، يقيم يحول المحبة لشيء مادي والشيء كله فلوس ويقيم المحبة ديت. لكن المحبة بسخاء والعطاء بسخاء. عند مريم يبقى قمة الحب، وعند يهوذا يبقى قمة الإسراف والإتلاف. عشان كده ربنا يسوع المسيح هو حاسس بمرارة الخيانة. ألام الصليب هو عارف، وهيجوز ألام الصليب، لكن أكتر من ألام الصليب هي ألام الخيانة. كان عارف أنه أعز أو واحد من تلاميذه، واحد من أولاده يخون، وده كان أصعب شيء للمسيح. عارفين كده أحيانا دي المرارة اللي مش بيكفيها إلا حاجة من الحب. يمكن الآباء يحلوني، أحيانا الواحد من كتر ما بيسمع يتعب شوية كإنسان، لكن في وسط التعب ده كده ربنا يديله أمل كده، إن حد يجي يتكلم. وده اللي وقع فيه أحيانا إليا كده، وهو يقول كده إن لما هرب وجاله اكتئاب نفسي وتعب جدا، ربنا قال له لا لا لا، ده فيه 7000 ركبة لم تنحني لبعل. في ناس كويسة، في حاجة كويسة، حاجة كده تبل الريق. ربنا عارف إن في خيانة، وخيانة من ناس مقربة، وكان تلميذه كان يهوذا، لكن مريم بلت ريق المسيح، ادت كده العلقم اللي كان في بقه، والمرارة اللي كانت في جوفه من آلام الخيانة اللي كانت هتتم. مريم الوحيدة اللي قدرت انها تعمل كده توازن، وتقول له كده انا كإنسانة بقدم حب. يمكن القبر ونزل الى الجحيم، لكن هي ادت له كده بريق القيامة الحلو، وذكرت القيامة، وذكرت المسيح بالقيامة بعملتها الحلوة اللي قدرت انها فعلا تقدم حب بلا مقابل. حب بما بلا مقابل. لما تبقى المحبة مش نفعية، تبقى ان انا بحب وانا مش عاوز حاجة، مش عايز حاجة منك. يعني سامحوني، يعني احيانا بنبقى محتاجين، انا لسه يمكن النهاردة الصبح بنتكلم على شخصية معينة كده مش من المنطقة، والست دي قابلتها الصبح، بقول لحد من الأباط كده، الست الوحيدة اللي بتتصل بيا رغم انها مش من المنطقة بتتصل بيا وتشكرني، تقول يا ابونا متشكرين، ويعني اعرف اول ما يجي تليفونها ابقى فرحان قوي، فرحان لان حد بي 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 بيسأل او بي 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 في عيد يتصل بيا عشان يقول لي كل سنة وانت طيب، فعلا بلا غرض وبلا مقابل، بيبقى الواحد فرحان قوي. يبقى الواحد فعلا ما يحس ان التليفون ده او السؤال مش وراي، يقول له يعني قول عاوز ايه، لا خالص. ست مريم ادت حب، ما بتعملش حساب النفقة، ما بتحسبش حساب الوكالة، ولا تقعد تقول وتدبر وهعمل ايه وهكسب من ورا الحب ايه، ابدا. بتدي حب بلا مقابل، بتدي عشان خاطر من غير ما تاخد. انا يمكن صدقوني وسامحوني، يمكن انا بدي لربنا عشان عايز مقابل. عارفين لما اجي كده ولا يا رب انا عاوز وعاوز وعاوز، كل صلاتنا وكل حاجاتنا اتحولت لطلبات، كاني بقدم لك يا رب عشان انت تقدم لي. انا بدي لك صوم، وبدي لك صلاه، وبدي لك خدمه، وبدي لك وقت عشان الاقي منك حاجه، الاقي من وراك حاجه، الاقي من وراك نفع، والاقي من وراك حتى سامحوني ولو شهره. عشان كده أنا بدفع عشان خاطر ألاقي. لكن هذه المرأة أعطت وهي مش مستنية حاجة، ادت حب وعطاء بلا حدود. أكيد هي ما حسبت، أكيد كانت بتتمنى أنها زي أي بنت وزي أي امرأة أو أي واحدة بتشيل هذا ليوم الفرح ويوم العرس، بتشيل هذا الطيب الغالي الثمن عشان خاطر يوم عرسها
لكن هي ما استخسرتوش للمسيح. يقول كده انها كسرت، كسرت قارورة الطيب، كسرت أنينة الطيب على رجلين المسيح. هذه المحبة، المحبة المسرفة. تاني نوع من أنواع المحبة قدمته هذه المرأة، المحبة الصادقة، محبة من كل قلبها بلا غرض، ومش عايزة تقدم غير انها تحب بس، تحب بس. احنا بنصلي وبنصوم وبنيجي الكنيسة وبنخدم، بس لو ربنا تأخر في طلب شوي، لو انا طلبت طلب من ربنا او دخلت في محنة صغيرة، صدقوني كلنا في بق واحد وكلنا من كبير لصغير، فينك يا رب ومش سامعني ومش شايفني، وافضل اقول واجيب اللوم على ربنا واقول ربنا ما بيسمعش، ده انا عايش طول عمري في الكنيسه وطول عمري بخدم وطول عمري بادي وطول عمري بدي وطول عمري بعمل، وافضل اقول وعاتب. لكن هذه المراه اعطت الحب الصادق، الحب اللي ملوش اي مقابل، الحب اللي ما بلوش اي مقابل. ده سامحوني، حتى الندر، انا اعرف بتندر وقبل ما الندر يوفى بتوفي الندر، ده إيه؟ هو ده الحب. لكن انا افضل بقى افضل اسال ابونا، طب انا كنت ندره وبعدين ربنا ما استجابش للندر بتاعي، ادي ولا ما اديش؟ طبعا ابونا يقول طالما ما وفيش الندر ما نديش. لكن في ناس اللي بتحب ربنا، اللي عارفه صوت ربنا صح، ما هي عارفه تلات اجابات وما فيش رابع ليهم، يا اما ربنا بيقول لي حاضر، يا اما ربنا بيقول لي استنى شويه مش دلوقتي، يا اما بيقول لي لا. بس هو عارف كايه، كاب، وعارفني انا كابنه ايه اللي صالح ليا وايه اللي مش صالح ليا. محبه صادقه، محبه صادقه، محبه ملهاش اي حاجه غير ان انا ابقى عارف ان انا دي بقدمه لربنا. ثالث نوع من انواع المحبه، محبه غاليه. لما جه يهوذا يقيم هذا الناردين، قيمه بقد ايه؟ ب 300 دولار، ب 300 دينار. قدر يقيم هذا العطر الغالي الثمن، فنقدر نقول اوعى تفكروا 300 دينار دي حاجه هينه. عارفين مثل الكرم والكرامين؟ كان اجر عامل اليوم كان ايه؟ دينار واحد. فلو قلنا ان العامل ده بيشتغل لو السنه 365، وقلنا ال 65 يوم يعني دول كلهم بياخدهم اجازات، مش كده؟ يبقى دي اجر عامل في السنه هي قدمته مريم، كان قدمت اجر. ده ثمن غالي مش ثمن رخيص. 300 دينار ده تمن غالي مش تمن رخيص. عشان كده نقول ان المحبة غالية جدا اللي قدمتها مريم، محبة غالية. يمكن ربنا ما بيبصش للكم، احنا طبعا قدامنا نموذج لما يقول كده ان سيد المسيح وهو واقف عند الصندوق شايف الناس عمالة ترمي الدينارات جوه الصندوق، ولكن جت واحدة كده بالراحة وقفت جنب الصندوق وعلقت ايه؟ فلسين، حاجه كده بسيطه محدش شافها. لكن ربنا يسوع المسيح امتدح ايه؟ هذه المراه، قال انها ايه؟ اعطت من اعوزها، اعطت من اعوزها، لان ربنا ما بيهمهوش الكم. لكن عشان كده يقول حتى وقف لينظر كيف يلقون في الصندوق، كيف مش كم يلقون في الصندوق. ربنا بيبص للفلسين مش بيبص للكم اللي بيقدموه. فربنا يهمه هذه المحبة القوية. وهذه المرأة مش بتكلم على انها محبة غالية بمعنى التمن، لكن محبة غالية من ناحية النفس الغالية، ومن ناحية ان هي وقدمت كل ما عندها للمسيح وتحت اقدام المسيح. يمكن هي قدمت رطل، قيمه القديس يوحنا بانه رطل. يوسف ونيقوديموس قدموا 100 رطل، خدوا بالكم هي قدمت رطل. لكن يوسف ونيقوديموس لما جم يقدموا 100 رطل، لكن هي كفنت المسيح وهو صاحي.
هي سبقت الكل، هي انتهزت الفرصة، هي انتهزت الفرصة وقدرت في الوقت المناسب تقدم صح. لكن يوسف ونيقوديموس قدموا للمسيح وكفنوا المسيح وهو ميت. يمكن المسيح شهد لهذه المرأة، لكن التاريخ شهد ليوسف ونيقوديموس، مش المسيح اللي شهد ليهم. احنا طبعا لا نقلل من عمل يوسف ونيقوديموس، لكن انا بقول بس اللي ما بين يوسف ونيقوديموس ان المسيح بنفسه وقال ان هذه المرأة اعطت، وهذه المرأة حبت كثيرا، وهذه المرأة حيثما يكرز بهذا الإنجيل يذكر ما فعلته هذه المرأة، شهادة المسيح نفسه. لكن التاريخ هو اللي شهد ليوسف ونيقوديموس، وكتب في كتب التاريخ أن يوسف ونيقوديموس هم كفنوا المسيح، رغم أن يوسف ونيقوديموس قدموا 100 رطل وهي قدمت رطل واحد بس، عشان بس حتة المحبة الغالية محدش يقيمها كمان زي ما يهوذا قيمها بالفلوس. فغالية يعني حاجة حلوة، وتقدمت المسيح قدمها. فكانت هذه المرأة اللي قدمت هذا الطيب اللي هو 100 رطل واحد. لكن وعشان نعرف كمان ونتأكد ان المسيح رغم حبه، خدوا بالكم المسيح رجع لنا نفس الطيب تاني، خدوا بالكم من الحتة دي. المسيح لما صعد ولما قام من القبر ساب الاكفان موجودة، الاكفان كان معها ايه؟ الطيب، ورجع للانسان تاني الطيب. واحنا خدنا الطيب ده من خلال سر الميرون طبعا، اللي احنا كلنا رجعوا للكنيسة كلها تاني. يبقى كأن المسيح مش خد وفرحان ان هو محتاج، لكن هو محتاج للحب فقط. عايزك تحبني يا ابني، اعطيني قلبك. هو ما ربنا مش عايز مني حاجة، ربنا في كل الذبيحة اللي كانت بتتقدم من العهد القديم كان يشترط حاجة، يقول الا ما تاخدوش الاحشاء، الاحشاء دي بتاعتنا. في طبعا انواع الذبايح كتير، ذبيحه المحرقه ولا ذبيحه السلامه، كل ذبيحه يعني ذبيحه السلامه بياكل منها الكاهن وياكل منها مقدم الذبيحه، وربنا بياخد منها، ذبيحه الاسم برضو ابونا بياخد منها وربنا بياخد منها، وذبيحه المحرقه يمكن بتتقدم للكامل وهكذا. لكن الا الاحشاء، لازم الاحشاء تتقدم، دي بتاعت ربنا. ويجي ربنا في العهد الجديد يقول يا ابني ايه، اديني ايه؟ قلبك. هو مش عايز غير القلب، عايز غير الاحاسيس، ربنا عاوز قلبي بس. فالست دي قدمت مش لكون ان ربنا عاوز ومحتاج، لكن ربنا ان هو عايز مني انا كمان، اعطيني قلبك يا ابني، اعطيني قلبك. يبقى شفنا ان هذه المحبة، المحبة المسرفة، المحبة الغالية، المحبة الصادقة، المحبة الغالية. رابع نقطة والاخيرة في المحبة، المحبة المتضعة، تحت رجلين المسيح، تحت رجلين المسيح. قدرت انها هي خدت، يعني خدوا بالكم مريم دي خدت على انها تقعد تحت رجلين المسيح على طول، تقعد تحت رجلين. فاكرين طبعا وعارفين القصة ان مرسى قالت له ان مريم قاعدة وسايباني عمالة اخدم وحدي، ويقول لها كده ان مريم اختارت النصيب الصالح. مريم قاعدة تحت، واخدة انها تقعد تحت رجلين المسيح. وانا كمان نفسي اقعد تحت رجلين المسيح عشان خاطر، عشان كده مريم لما دخلت هي عارفة مكانها فين، عارفة انها مكانها متضعة. يقول كده ومسحت رجليه بشعر رأسها، عارفين طبعا ان تاج المرأة رأسها، هو ده التاج، هو دي الكرامة بتاعت المرأة، وتاج المرأة رأسها. هي حطت كرامتها وحطت تاج رأسها تحت رجلين المسيح. يا بختك يا مريم، يا بختك يا مريم اللي قدرتي فعلا انك تحطي كرامتك وتحطي نفسك وتحطي اغلى ما عندك تحت رجلين المسيح، لانها واخدة على انها تقعد تحت اقدام المسيح، تحت اقدام المسيح، حطت كرامتها وحطت محبتها. عشان كده يا ريت نقدم كل محبة، محبة مسرفة ومحبة نقية، نقية زي الناردين، محبة شاملة، محبة متضعة،
محبة صادقة، محبة صامتة، محبة لا تبحث عن الكرامة وعن الذات وعن المحبة، بكل ما تشملها المحبة تحت رجلين المسيح، وده اللي عايزه مننا المسيح. طبعا المسيح عمل ايه؟ لازم يبقى رد الفعل. فتح الشبابيك، المسيح فتح الشبابيك، خلى رائحة هذه المرأة تفوح في العالم كله، في العالم كله. المسيح يعمل لها ايه؟ ده ادت حب، حاجة تفرح قلب المسيح كده، خليه فتح، خلى كل الناس تشم هذه الرائحة، ويقول كده حيثما يكرز بهذا الإنجيل يذكر ما فعلته هذه المرأة تذكارا لها. مش حدث تم وخلاص، ياما ناس تمت الأحداث وخلاص وخلصت، لكن هذه المرأة، هذه المرأة ربنا زي ما بقول كده فتح وخلى الناس كلها تشم رائحة الطيب. وتاني حاجة ادهلها المسيح انه ادهى النصيب الصالح، لما قال لها كده ان مريم اختارت النصيب الصالح، بقى المسيح هو نصيبها. ده ايه الجبروت ده؟ شوف المسيح يدي نفسه للي بيحب، يدي نفسه. يا ابني اعطيني قلبك ولتلاحظ عيني خاطر، ادى هذا الحب للانسان اللي فعلا بيحب. ومن هذا الجمال وهذا الروعة وسماء الحب بسخاء وبعطاء وبمجد ورائحة الطيب الزكية والجو اللي مليان كله قداسة وكله طهارة وكله حب، والدنيا كده عارفين كده واحد في حلم جميل، ونلاقي كده مرة واحدة هذا الحلم الجميل يتبدد ويتلاشى في ثانية وفي لحظة، حد كده يبقى طالع فوق ونلاقيه مرة واحدة كده ينزل. عارفين دي يعني واحد يحسها كده، واحد في القداس يعني طالع لفوق كده وفرحان بالقداس وعايش في القداس وعايش في السماء، ويجي حد كده يروح عارفين مديله الصدمة كده يفوقه. ده اللي حصل من قمة الحب وقمة السماء العالية اللي طلعة كده بالمجموعة وبالناس والحب وطلعين كده لفوق، سامحوني يعني، وبغباء بقى حد يطلع يقول ايه هذا الاتلاف، يقيم اصلي اللي يتمن ويقول ان ده يتباع ب300 دينار هو اللي يبيع سيده بايه؟ ب30 من الفضة. ما هو كل حاجة عنده ليها تمن، بتحبني بكام واي حاجة تساوي عنده فلوس، اي حاجة يحولها لشيء مادي. من قمة بقى هذا الفرح وهذا الحب العالي قوي قوي ينزل كده مرة واحدة للأسف لأسافل الأرض، ينزل لأسافل الأرض بغباء يهوذا، بغباء يهوذا يقول كده لماذا هذا الإتلاف مرة واحدة كده من غير حاجة كده ايه، واحد كده طالع كده ومرة واحدة يلاقي نفسه ونزل كده للأرض تاني، نزل للأرض تاني. خلاص بقى كل حاجة بقت مع الزمن. حتى احنا في طقس بكرة طبعا، والشمامسة يسامحوني يعني، في طقس بكرة نلاقي أبونا والشمامسة يلفوا عكس الزمن، خلاص أو أخطيت، مش عكس الزمن، مع الزمن. يعني عارفين ان ابونا لما يجي يعمل الدورة لازم يلف عكس الزمن، الساعة بتمشي كده هو بيمشي كده، يعني ابونا لازم يمشي عكس الزمن، لان احنا في الكنيسة بنعتبر نفسنا مش في الزمن، احنا فوق الزمن، احنا مش على الارض، احنا فعلا في السماء. فابونا لما يجي يعمل الدورة لازم يبتدي عكس عقارب الساعة، الا الدورة الوحيدة اللي يعملها مع عقارب الساعة، لان اللي دخلنا الزمن واللي طلعنا من قمة الحب والسحابة كده واخدنا للحب ونزلنا مرة واحدة للأسافل هو عمنا يهوذا، هو يهوذا ده اللي نزلنا للأرض. عشان كده نلاقي ان أبونا والشمامسة في الدورة بتاعت يهوذا، وكلنا ابن كده بكرة ان شاء الله هتشوفوها، واحنا أبونا بيلف كده ويقول يهوذا يهوذا يا مخالف الناموس وهكذا، لانه فعلا بنلف عكس او بنلف مع الزمن، لان هو اللي نزلنا
هم اللي نزلنا من الأرض من قمة السعادة وقمة الفرح إلى الوقت يا ابونا خلاص الوقت خلاص لقمة طبعا للأسف قمة بقى الوجه القبيح وجه ال 300 دينار والباع سيده ب 30 من الفضة هو ده يهوذا. خد بالكو انا حاولت ابحث كده عن الكلمات معلش يمكن انا فديتكم مرة كلمات الست العذراء كانت يعني حاجة حلوة وجميلة لكن هنقول يهوذا الوحيد اللي ما تكلمش في الكتاب المقدس او يعني من تلاميذ المسيح المقربين اللي كل كلماته كلمات كلها كلمات منفعية ملهاش اي لازمة. يمكن بطرس انا هاخد بس نموذج بطرس وتوما اللي يعني ليهم ضربات مع السيد المسيح يمكن بطرس اللي انكر المسيح لكن جاله فقت كده وقال له جيد يا رب ان نكون هنا في فهو وهو على جبل التجلي قال له انت مسيح ابن الله الحي وقال له اخرج من سفينتي يا رب لاني رجل خاطئ قال كلمات حلوه توما ده اللي في مره الشكاك قال له هلما نذهب حتى في اقامه لعازر يعني قال له هلما نذهب ولنموت معه كان مستعد انه يقدم حياته عن المسيح رغم انه انسان شكاك ورغم انه انسان يعني ليه ضعفاته المعينه لكن في وسط طبعا احنا لما الاباء يقول لكم يعني هو مش بنمسك في شك توما ده لكن توما ده اكد لنا القيامه يعني اخطيت مش عايز اخوض في حاجه لكن عايز اقول ان حتى ده لو اخذنا ان هو تشكك في قيامه المسيح قال كده هلما نذهب لنموت معه لكن يهوذا يمكن قال خمس كلمات في الكتاب المقدس وكل الكلمات اللي قالها أول حاجة قالها طبعا لمريم قال لماذا هذا الإتلاف كان يمكن أن يباع ب 300 دينار ويعطى للفقراء دي أول حاجة قالها وبعد كده على طول راح للكتبة والفريسيين راح يقول لهم ماذا تعطوني وأسلمه لكم في الخيانة يوم الخميس العهد لما المسيح كده قال الذي يغمس يد في الصحفة هو يقول له كده هل أنا يا سيدي؟ رابع حاجة لما راح ياخد المسيح برضو يوم الخميس وراح يسلم المسيح قال له السلام أعطى للمسيح السلام يا سيدي طبعا آخر جملة قالها لكن للأسف قالها ومات أو قالها وراح شنق نفسه لما قال أخطأت إيه سلمت دما إيه؟ دما بريئا هو دي الحاجة الوحيدة اللي نهى بيها لكن للأسف لقدم توبة ولا تاب لكن بمجرد ان هو اعترف بينه وبين نفسه بس ان هو قال اخطأته سلمته دما بريئا وطرح الفضة بتاعته عشان كده كل حاجة كانت عند يهوذا ليها تمن المشاعر والعواطف والاحاسيس والصداقة والاخلاص ودي للأسف عند ناس كتير ليها تمن بتحسبها بكام كل واحد بقى مش عايز ارمي اللوم على الزمن ولا اقول دلوقتي احنا بقينا في زمن كله بيتحسب دلوقتي بالفلوس لكن جوه الكنيسة لا الكنيسة لسه ما زالت بتعلمنا في حاجة اسمها الحب في حد بيدي بلا مقابل في حد وانا في قمة الخطية مات المسيح عني كل نقطة دم كانت من اجل انا الخاطئ من اجل انا فقط مش من اجل اللي جنبي ولا اللي ورايا ولا لا من اجل انا عايزين ننسى يهوذا اللي كان كل حاجة بيحولها المادة وكل حاجة بيحولها لفلوس وكل حاجة بيحولها لأمور شبه مادية لكن للأسف المسيح كده يقول له في الآخر لماذا جئت يا صاحب ليه جيت في الزمن وفي الوقت والدنيا ليه جيت لأن الخيانة أصلاً حاجة شيء مرير كان بالنسبة للمسيح لكن الست مريم اللي ادت كان فيها فعلا انها قدرت انها تحب حب بلا مقابل حب مسرف حب غالي حب صادق حب متضع حب زي ما احنا عايزين نقول لكن
يهوذا ما يعرفش غير ان هو لماذا هذا الاتلاف، لماذا هذا الاتلاف؟ يقول كده الانسان الصالح من كنز قلبه الصالح يخرج الصلاح، والانسان الشرير من كنز قلبه الشرير يخرج. هو انسان يتربى على كده، ما يعرفش يعني ايه حب، ما يعرفش يعني ايه حب، لكن يعرف محبة المال. جحزي بعد ما كان تلميذ لإليشع، محبة المال خلته ياخد كل البرس بتاع نعمان السورياني. محبة المال خلت حنانيا وسفيرة في أعمال، في سفر الأعمال إنهم يتحولوا، يقول كده لماذا اختلستم، اختلستم استخلصهم يا رب، ده فلوسهم، لكن خلاص ما بقاش فلوسهم. محبة المال خلت حنانيا وسفيرة إن هم يموتوا بسبب محبة المال. لكن نقدر نقول إن محبة المرأة قدرت تخلي إن حيثما يكرز بهذا الإنجيل يذكر ما فعلته هذه المرأة تذكارا له. ربنا يخلينا نحن نعيش ونحب المسيح، لأنه حبني وأنا خاطي، وحبني وأنا تحت الخطية وتحت الدينونة. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد، آمين. نشكر قدس أبونا جرجس حبيب على محبته وعلى كلمات اللي أرسلها روح القدس على فمه. تفضلوا. نسأل ونتضرع إليك يا سيد الرب الإله ضابط الكل والابن الوحيد القدوس خالق الكل ومدبره مر والروح القدس المحيي ثالوث القدوس الذي تكسو له كل ركبة ما في السماوات وما في الأرض. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا.